غير حق الناس دي فين؟ حق الناس دي فين؟ والناس دي عامله كده لمين؟ الناس دي عملت كده عشان الناس دي تقعد. الناس دي ما جابتش حق اي حد. كل واحد يجي دم الشهداء في رقبتي و و و اعلام 10 على 10، شكل العام على 10 على 10، كله بيخدم على مصالحه الشخصيه بس. مفيش حد بيخدم على الناس الفقراء والضعيفه واللي مش معروفه. احنا عايزين واحد بس من المسؤولين ابنه اتعور حتى. مفيش اي حد. هم تملي، احنا الضحيه. هم يمسكوا مناصب واحنا ندفع الثمن. حق الناس دي يعني من السنه الثانيه اهي وما شفناش اي حاجه، شفناش ضابط يتحاكم. اللي موتهم ما شفناش حد يتحاكم. بل بالعكس احنا اللي بنتحاكم كمان. يعني انا كنت بعمل اجراءات يعني بيجازونا اللي احنا قدمنا الشهداء. الداخليه على وجه التحديد. يعني حقنا ده نجيبه منين؟ ما نعرفش. اي حاجه ايه يعني؟ بتصرف لي فلوس، بتصرف لي معاش، وبعدين اما يكون ولد وحيد لامه وهو بالنسبه له كل حاجه ويروح وما نعرفش راح ليه؟ راح عشان ايا كان بقى. ما مش لاقي حاجه اقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل. ودم الناس دي مين اللي هيجيبه؟ مين اللي هيجيبه؟ ومش لاقي حاجه اقولها. قالوا انا واحد من الناس، انا كنت مشتكي المجلس العسكري في الاستشهاد، وانا مشتكي المجلس العسكري في النيابه المحضر 97 93 متهم الاول المجلس العسكري. انا في الاستشهاد وفي النيابه مبلغ بكده. القياده العسكريه والمجلس العسكري اللي كان موجود ايا كان طنطاوي اي مسؤول، هم اللي مدين تعليمات للناس دي تخلص الموضوع ده.